برحب بيك طبعا في البدايه زميلي العزيز احمد، وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وايضا كمان برحب بزميلتي العزيزه مريم. النهارده يوم سعيد ويوم عظيم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده بنحتفل بنصر اكتوبر في مشهد يعني هنتابعه كلنا اكيد من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده هنشوف تكريم وهنشوف مباريات وديه وهنشوف يوم رائع ومميز جدا بيتم التحضير ليه الحقيقه من ايام عديده جدا، مجهود كبير من الاداره التنفيذيه والكل الحقيقه النهارده بيشتغل بكل قلب كبير جدا لرفعه النادي الاهلي ورفع اسم النادي الاهلي عليا جدا. مريم النهارده يوم مميز جدا، النهارده حابه تقولي في البدايه وشايفه النهارده اليوم ازاي يا مريم؟ اكيد طبعا يا كريم، برحب بيك في البدايه، برحب بيك زميلي احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما قال بالظبط كريم، يمكن يوم يعني بيتحضر له على قدم وساق منذ ايام، ويمكن كمان يا كريم يعني لم يمضي اسابيع كثيره على احتفاليه العشره. أيه. الحمد لله النادي الاهلي معودنا على الاحتفاليات العظيمه الكبيره جدا من داخل صاله النادي الاهلي الكبرى. طبعا بيتم التحضير حاليا لمباراه هتستضيف قدامى لاعبي النادي الاهلي، هتكون يعني مباراه كره خماسيه، وهيكون طبعا التسليم في الاخر تسليم كاس شهداء اكتوبر. ده طبعا بمناسبه ذكرى السادس من اكتوبر. دايما مجلس الاداره معودنا على كل جديد يا كريم بيبقى فيه يعني يمكن تفكير كبير قوي في كل احتفاليه ان هي تليق باسم النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي بيكون المسؤوليه الاجتماعيه جزء لا يتجزا عن طبعا خدمه كل الفرق الرياضيه الاخرى طبعا يا كريم، سواء الفريق الاول لكره القدم او يعني الفرق الاخرى. وطبعا يوم بعد يوم الحقيقه ان احنا بيبقى عندنا احتفاليات كبيره، زي امبارح طبعا شفنا كره السله والفوز بالبطوله العربيه. الحقيقه النادي الاهلي يعني فعلا لا يتاخر عن خدمه ابنائه، وده اللي هنشوفه النهارده في بقيه اليوم. طبعا نعرف منك يا كريم اللي هيدور النهارده في اليوم العظيم باحتفاليه السادس من اكتوبر. يمكن تاكيدا على كلام زميلتي طبعا مريم، النهارده اليوم هيكون مميز جدا. النهارده كمان يعني لما بنشوف الرموز اللي بتكون متواجده معانا طبعا داخل النادي الاهلي، سواء رموز بتلعب كره قدم او ايضا كمان رموز نصر اكتوبر، ودي حاجه بتبقى عظيمه جدا. يعني المشهد بيبقى رائع جدا. كابتن محمود الخطيب مجلس الاداره، ويمكن الحفله دي مكرره شفناها يمكن يا مريم النسخه الماضيه كانت حاجه رائعه جدا، شفنا التكريم على اعلى مستوى. ويمكن كمان لما بنشوف الدموع في عيون طبعا الرموز القوات المسلحه اللي شاركوا في حرب اكتوبر، بتبقى فرحه كبيره جدا، لان التكريم لما بيجي من اب ومن اخ ومن رمز زي كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الامر بيكون مهم جدا. مع المباراه الوديه النهارده اللي هنتابعها طبعا زميلتي مريم من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، عقب طبعا المباراه الوديه النهارده هيكون في طبعا تسليم جوائز، وهنتابع بشكل عام المباراه، ثم بقى التكريم الرائع والمميز جدا اللي هننتظره كلنا وهينتظره كمان كل جمهور النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. يا رب النهارده ان شاء الله يكون يوم عظيم. جمهور النادي الاهلي من حقه ان هو يفرح، من حقه ان هو يكون متواجد يتابع كل الامور اللي بتدور معانا. النهارده يوم عظيم جدا يا مريم، يا رب ان شاء الله باذن الله يكتمل اليوم بالفرحه الكبيره اللي احنا بنشوفها، وبنشوف الرموز بتوعنا، وبنشوف كمان قدام لاعبي كره القدم اللي بقى لنا فتره كبيره جدا مش شفناها في صاله الامير عبد الله الفيصل. طبعا يا كريم، وبرده يعني تاكيدا على كلام كريم، الحقيقه ان فعلا مجلس اداره النادي الاهلي دايما بنشوف اي مؤسسه يا كريم بتبقى مهتمه بتكريم يعني النجوم الحاليين، ولكن في كل مناسبه عظيمه بنشوف النادي الاهلي ومجلس ادارته طبعا بقياده كابتن محمود الخطيب ان هو بيهتم بقدام اللاعبين طبعا اعضائه اللي شاركوا في هذه الحرب الكبيره طبعا. ونصر اكتوبر ده فعلا اللي بيحرص عليه النادي الاهلي ومجلس ادارته فعلا. زي ما انت قلت يا كريم، يمكن السنوات اللي فاتت شفنا ده، ولكن السنه دي طبعا من خلال شاشه النادي الاهلي طبعا زميلي احمد وكل مشاهدي قناه الاهلي هنشوف الحقيقه قد ايه احتفاليه كبيره جدا. هنشوف زي ما انت قلت يا كريم تسليم جوائز، وده فعلا اللي بيفرق في يعني او بيفرق مؤسسه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي عن اي منظومه اخرى. الحقيقه ان احنا هنكون مستمرين معاكم خلال او على مدار اليوم علشان نشوف هذه الاحتفاليه العظيمه، ونشوف كمان قد ايه النادي الاهلي فعلا. برضو عايزين نتكلم يا كريم، النادي الاهلي كان في يوم السادس من اكتوبر او قبله بيوم طبعا كان يعني هن القاده السياسيه طبعا. وطبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده عمر النادي الاهلي ما تاخر عنه بالتاكيد طبعا. يعني التهنئه اما بتطلع من النادي الوطنيه ده امر بيكون طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده اليوم يكون رائع ومميز جدا، وهنتابع وكل جمهورنا ان شاء الله يا مريم متابع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي حفل رائع ومميز، ومن قبلها ان شاء الله تكون مباراه وديه تليق باسم النادي الاهلي مع قدامى اللاعبين. مستمرين معاك اكيد زميلي العزيز احمد، ومع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي، انا وطبعا وزميلتي مريم، وايضا كمان هيكون معاك زميلي العزيز فاروق صلاح وزميلتي ايضا العزيزه هنا ابو القاسم لشرح كل التفاصيل الخاصه بهذا اليوم الرائع والمميز جدا اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون يوم يليق باسم النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزملاء الاعزاء كريم ومريم.